يقول بعض الناس إن الوقت أعز من إن الوقت من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب قد يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه، وهو ظرف لك فيه يا عبد الله ما جعلت فيه من خير وشر، فجدير بك أن تنظف هذا الظرف وألا تخزن فيه إلا ما ينفعك. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يخزن فيهما الخير والشر، ويوصلان العبد إلى النهاية، فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما وألا يخزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل.